يبارككم ويحفظكم. لقد أعطاني الله كل سلطان في السماء والأرض، فامضوا لتبشير الناس من كل الأمم برسالة الخلاص ليكونوا أتباعي، واغسلوهم بالماء باسم الله ومسيحه وروحه القدوس، وعلموهم أن يعملوا كل ما أوصيتكم به، وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. الحواريون مسلسل في حلقات يحكي قصة رسل السيد المسيح الذين اختارهم ليبشروا الناس برسالة الخلاص. شلونك أخوي العزيز؟ الحمد لله، أنت أشونكي؟ مليحة الحمد لله. على خير إن شاء الله، أغشعك مبدلي ومستعدي للطلعة. غيحة للمكتبة العامة أقرأ، تعغف بي هوايتي المفضلة القراءة والمطالعة. ماكو أحلى منه، متعة وزيادة معلومات وثقافة عامة. أقول، أشنو هذا الشريط اللي بيدك؟ هذا شريط فيديو. أعغف شريط فيديو، أقصد أشنو اللي بالشريط؟ هذا يا عزيزتي فيلم ممتع ومشوق عن حياة السيد المسيح، وإذا تحبين تغشعينه فماكو مانع، بس على شرط لازم يرجع غدا الصبح من أروح للكلية. لا أشكرك، الفيلم غشعته أكثر من مرة بالتلفزيون وعلى الفيديو. إيه وأشنو رأيك بينه؟ مثل ما وصفته أنت قبل شوية، ممتع ورائع، بس يا ريت لو طولوا الفيلم أكثر حتى نغشع أش صار بعد ما طلع المسيح للسماء. هاي معروفي طبعا، الحواريين يعني الرسل اللي اختارهم المسيح قبل ما يموت هي من اللي نشروا رسالته. هذا الشيء كلتنا نعغفه، لكن أريد أعغف بالتفصيل أعمال هذول الرسل وأشون نشروا وصايا المسيح عيسى بن مريم بقوة روح الله القدوس. أشنو رأيكي لو تستندغين شوية أرتاح وأبدل حواسي وبعدين نروح سوا للمكتبة ونطالع ونقرأ عن هذا الموضوع؟ فكرة حلوة، ماكو مانع. يلا لكن
الله بالخير. الله بالخير أغاتي. مكتبة جميلة وهادئة وتعمل وهس للقراي. يعني قصدك غيح تصيغ واحد من رواد هاي المكتبة؟ أفكر، وخصوصا إذا استمرينا نطالع ونقرأ ونتناقش حول أعمال الحواريين، أو مثل ما سماهم سيدنا عيسى رسل. يلا لكن خلي نطالع ونتناقش، مبور نحن ضيعنا وقت كثير. يلا نحن عغفنا يا سناء كل اللي عمله سيدنا عيسى وعلم بينه من أول يوم بدأ رسالته لليوم اللي طلع بينه للسماء، بعد ما طع وصايانه بإرشاد من الروح القدوس للرسل اللي اختارهم. ايه نعم، وبعد موته بين لهم براهين كثيرة انه هو حي، وغشع نفسه لهم خلال 40 يوم، وحكالم عن مملكة الله. وبيوم من الأيام كانوا مجتمعين سوا بجبل الزيتون اللي يصير قريب من مدينة القدس كيلومتر واحد، وصاهم وقال: لا تتركوا مدينة القدس، لكن استنضغوا إلى أن يتمم الله مشيئته لكم مثل ما سمعتم مني. مبار يحيى بن زكريا غطس الناس بالماء باغتسال التوبي، لكن أنتم بعد أيام قليلي غيح طهركم بغسل الروح القدوس. مولانا، هذا يعني عباد الله صالحين غيح يسودون العالم بهذا الوقت؟ أنتم ما تطيقون تعرفون الأوقات والمواعيد اللي حددها الله سبحانه وتعالى بسلطانه الخاص، لكن بهذا الوقت لمن يحل عليكم الروح القدوس غيح تنالون قوة وتكونون شهود لي بداية من القدس إلى أقصى الأرض. بعد ما قال هذا طلع للسماء قدام عيونهم وحجبته غيمي عن أنظارهم، ومن كانوا يدحقون لي فوق ظهروا لهم ملائكة 2 ليبسين قمصان بيض وقالوا لهم: يا جماعة، ليش واقفين وتدحقون للسماء؟ وليش مستغربين؟ سيدنا عيسى اللي غشحتم وطلع للسماء هو نفسه غيح يرجع، وبنفس الطريقة اللي غشحتم وطلع بيها. وقرروا يرجعون لمدينة القدس، ومن وصلوا طلعوا للأوضة اللي كانوا ساكنين بيها، وكانوا الموجودين هي بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس وفيليب وتوما وبرتلماوس ومتى ويعقوب بن حلفي وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب، وكانوا كلتهم يصلون ويدعون الله سبحانه وتعالى بقلب واحد دائما. وكان يصلي معاهم بعض النساء ومريم ام عيسى واخوته. فقد يوم وقف بطرس يتحدث الجماعة المؤمنين اللي كانوا حوالي 120 شخص. اسمعوني يا أخوتي، كان لازم تتحقق نبوة الكتاب اللي قاله الروح القدوس بلسان النبي داود عن يهوذا الإسخريوطي الخاين اللي كان المرشد للي قبضوا على سيدنا عيسى، وهو كان واحد من عندنا واشترك معانا بالخدمة وراح اشتغل حقل من فلوس الخيانة اللي عملها، وبالحقل وقع وانفتحت بطنه وطلعت مصيغينه، وكل أهل القدس عرفوا بهاي الحادثة وسموا هذا الحقل حقل الدم. انبور الكتاب يقول بالمزامير: خلي بيته تصير خراب وما يسكنه ويعد، ومكتوبهم خلي ياخذ وظيفته شخص آخر. لهذا يا أخوان،
لازم نختار واحد من اللي رافقونا طول المدة اللي قضاها سيدنا عيسى معانا، إن اليوم اللي اغتسل على أيدي يحيى بن زكريا لليوم اللي طلع بينه للسماء، ويكون هذا الشخص شاهد معانا على قيامته. يا بطرس، نحن نقترح اثنين، يوسف بن سابة ومتياس. اي نعم، وخلونا نختار واحد من الاثنين. يا جماعة، خلونا نصلي وندعي لله سبحانه وتعالى حتى هو يختار واحد ويعلنه لنا. يا رب، انت تعرف قلب كل واحد بينا، فقل لنا لمن نختار من هالأخوي الاثنين حتى يشترك بالخدمة ويكون من رسل المسيح بدال يهوذا اللي ترك الخدمة وغاح للمكان اللي يستحقه. يا رب. يلا يا جماعة، خلي نعمل القرعة بيناتهم ونخشع أي ما واحد اختاره الله سبحانه وتعالى. يا متياس، القرعة وقعت عليك، ولهذا السبب انت غيح تكون شاهد على قيامة المسيح معانا، وغيح انضمك للرسل اللي دعش. ولما جاء يوم 50، هو عيد يحتفلون بينه بعد الفصح 50 يوم، كانوا المؤمنين مجتمعين بمكان واحد، وفجأة حدث صوت بالسماء مثل صوت عاصفة، تلا البيت كلته بالمكان اللي كانوا قاعدين بينه. وظهر المشيه مثل شعلات من ناغ توزعت عليهم، وانتلوا كلتهم بروح الله القدوس، وقاموا يحكون بلغات ثانية مثل ما طعاهم الروح. بهذاك الوقت كانوا بالقدس ناس جايين من كل بلدان العالم حتى يحتفلون بالعيد، فلمن سمعوا هذا الصوت. يا جماعة، هذا الصوت اللي سمعناه أشنو؟ ما أعرف، لكن اتجاه الصوت من هوني. يا جماعة، خلونا نروح ونخشى أشنو هذا الصوت. إيه يلا يا جماعة، خلي نروح. فعشان عم نسمعهم يحكون بلغات مختلفة. يا جماعة، هذا الشيء اللي عاد أسمعه عجيب، أنا عاد أسمع واحد من هذول الناس عم يحكي بلغتنا. لا، هذا الشيء عجيب، بيننا ناس من فرتية ومادي ومن عيلام، وبعضنا من سكان ما بين النهرين، ونحن من آسيا، وهذا صديقي من بنتوش، وأكو ناس جايين من فريجية وبنفيلية ومصر ومنطقة ليبيا، ونحن زوار جينا من روما، ونحن من بلاد العرب، ومع هذا كله عن نسمعهم يسبحون الله العظيم بلغاتنا نحن. أنا ما أعرف إيش عايصيغ. يا جماعة، أشنو معنى هذا؟ أكيد هذولي سكاغي. إيه نعم، هذا الخمر هكذا يعمل. يا بطرس، نحن لازم نجاوبهم ونخلي حد لهاي الاتهامات. جاوبهم يا بطرس، ونحن اللي دعش غير نكون معاك. يا ناس اسمعوني، يا أخوتي اسمعوني، يا بني يعقوب، وانتم يا كل الساكنين بالقدس انتبهوا واسمعوني مليح.
هسه على الساعة 9 الصبح وهذولي ما سكاغي مثل ما ظنون، لأن هي بعيدين كل البعد عن السكر، لكن هذا ما تنبأ بينه واحد من الأنبياء من قال الله سبحانه وتعالى: أنا بالأيام الأخيرة أفيض روحي على كل الناس، فيتنبأ أبنائكم وبناتكم ويغشع شبابكم وشيوخكم أحلام، وحتى عبيدي من الغجيل والنساء أفيض من روحي عليهم فيتنبؤون. وبهذاك اليوم غيح أعمل عجائب بالسماء من فوق وآيات عجيبة بالأرض، فيكون دم ونار ودخان كثيف، وتعتم الشمس ويتحول القمر اللون الدم قبل ما يجي يوم الدين. هذاك اليوم العظيم وكل واحد ينادي باسم مولانا غيح ينجو. اسمعوني يا بني يعقوب، اسمعوني، عيسى الناصري رجال شهد له الله سبحانه وتعالى قدامكم بمعجزات وآيات عمله الله بواسطته وبينكم مثل ما تعرفون. اي نعم، الله سبحانه وتعالى سلم مولانا عيسى لكم بحسب خطته المرسومة وعلمه السابق، لهذا انتم صلبتموا وقتلتموا بأيدين الأشرار، لكن الله سبحانه وتعالى حرروا من ألم الموت وأقاموا حي. انبور الموت ما طاق يسيطر علينه. اسمعوني يا أخوتي واسمحوا لي أحكي معاكم بصراحة، كلنا نعرف أنه أبونا داود كان نبي وعرف أنه الله سبحانه وتعالى وعده بقسم بأن غيح يخلي واحد من نسله على العرش، فغشع المستقبل وتحدث عن قيامة المسيح بقوله: الله ما غيح يتركه بعالم الأموات وجسمه ما يتعفن بالقبر. ومثل ما تعرفون مات أبونا داود واندفن وقبره موجود لحد الآن، لكن الله بعث مولانا عيسى حي ونحن كلتنا شهود على هذا الحق. فلما طلع للسماء إلى يمين الله سبحانه وتعالى نال من الله الروح القدوس الموعود بينه وفيضوا علينا، وهذا هو اللي تقشعونه وتسمعونه هالسع. أبونا داود ما طلع للسماء، لكن هو نفسه قال على صعود المسيح، قال الله لمولاي: اجلس على يميني حتى أخلي أعدائك تحت أقدامك. ولازم تعرفون، لازم يعرفون كل بني يعقوب، مولانا عيسى اللي صلبتمه الله توجه ملك ومولى. مليح مليح يا أخوي، ايش نعمل؟ ايه نعم، اشنو اللي ممكن نعمله؟ وانا ايش اعمل حتى اخلص انا واولادي؟ قلونا يا ناس توبوا وخلي يغتسل كل واحد منكم بالماء على اساس ايمانكم بالمسيح عيسى، حتى تنظفوا ذنوبكم وتحصلون على هبة الله سبحانه وتعالى الروح القدوس. انبوغ الوعد لكم ولولادكم ولكل العالم. اي نعم، ولكل واحد يدعينه الله سبحانه وتعالى لنفسه: انقذوا انفسكم من هاي الأمة الفاسدي. يا بطرس، نحن كلتنا امنا بكلامك وغيح نتغطس باسم عيسى المسيح. اي نعم، حتى نحصل على وعد الله. انضم لجماعة المؤمنين حوالي 3000 شخص اغتسلوا متحدين بالمسيح، وكانوا يواظبون على تعليم الحواريين وعلى حياة الشركة الأخوية والصلاة وكسغ الخبز كذكرى للمسيح. وصاغت آيات وعجائب كثيرة على إيد الحواريين، والناس كلها تأثرت بهذا الشيء، وكانوا المؤمنين كلهم متحدين، وكان كل شيء مشترك بيناتهم،
فكانوا يبيعون أملاكهم ويوزعوها على المحتاجين وحسب احتياج كل واحد منهم، وكانوا يجتمعون بساحة بيت الله يومي للصلاة، وكانوا يكسرون الخبز ويأكلون ببيوتهم سوا كمؤمنين ويسبحون الله دائما. سبحان الله اللي أنعم علينا وطعانا تقدير بعيون الناس. الحمد لله كل الشعب راضي عنا، والله سبحانه وتعالى يومي ينعم على كثير ناس بالنجاة وعين ضمون جماعتنا المؤمنين. يوم من الأيام راح بطرس ويوحنا البيت الله حتى يصلون صلاة العصر بباب بيت الله اللي اسمه الباب الجميل. كان هنوك رجال مشلول من ولادته، وكانوا الناس يشيلونه ويخلونه هنوك يومي حتى يطلب صدقة من الفيتين البيت الله. ولما غشع بطرس ويوحنا طعوني طعوني ساعدوني، الله غيح يساعدكم، صدقوا علي، انظروا انا مشلول وما عندي شيء. ضحك علينا ضحك علينا، طعوني من مال الله ساعدوني. انا ما عندي لا ذهب ولا فضه حتى اطعيك منه، لكن غيح اطعيك اللي عندي. اطعيني ايدك اليمنى، باسم عيسى المسيح اقول لك قوم وامشي، قوم قوم وامشي. امشي انا سخت ومليح، انا قوت غشي قمتم شيء شيء. سبحان الله سبحان الله، استطلقوني خلوني اكون معاكم البيت الله. الحمد لله على هاي النعمة، الحمد لله. هذا ما رجال مشلول اللي قاعد على الباب ويقضي؟ ايه هو هذا، هو مشلول من ولادته. لكن عشون عشون خام يمشي هالساعة؟ لا هذا الشيء عجيب عجيب عجيب. يا ناس يا ناس يا ناس اسمعوني، ليش تتعجبون من هذا الشيء وتضحكون علينا كأنه نحن خلينا هذا المشلول يمشي بقوتنا أو بتقوانا؟ لا، هذا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، هو اللي عمل هذا الشيء المجد رسوله عيسى. إيه نعم، عيسى اللي سلمتمه لبيلاطس وتنكرتم له، وهو غاد يطلق سراحه. إيه نعم، الغجال الصالح البار تنكرتم له وطلبتم العفو الواحد قاتل وقتلتم منبع الحياة، لكن الله سبحانه وتعالى قومه من الموت ونحن شهود على هذا الشيء. فهذا الغجال المشلول اللي عم تقشعونه كامل اتقوى وقام يمشي بواسطة الإيمان بعيسى المسيح. وهسع يا أخوتي وسع يا أخوتي، أنا أعرف أنت مقادتكم عملتم هذا الشيء عن جهل، لكن الله سبحانه وتعالى بهذا الشيء أتم ما تنبأ بينه الأنبياء من قبل، إنه مسيحه لازم يتألم. فتوبوا توبوا وارجعوا لله سبحانه وتعالى حتى يمحي ذنوبكم وآثامكم، ويجي وقت الفرج من الله اللي بينه يبعث المسيح اللي توجه لكم ملك من قبل. اي نعم، يبعث لكم المسيح عيسى اللي لازم يبقى بالسماء للوقت اللي الله سبحانه وتعالى غيح يكمل بينه إصلاح العالم، مثل ما أوحى الله من قديم الزمان الأنبياء الصالحين. انبور موسى قال الله غيح يقيم لكم من بين شعبكم نبي مثلي، فاسمعوا له وطيعونه بكل ما يقول، وكل واحد ما يسمع لهذا النبي غيح يكون مرفوض من شعب الله. وتنبأ عن هاي الأيام كل الأنبياء من النبي صموئيل، وكل واحد تكلم بعده. أنتم ورثاء الأنبياء، ورثاء الميثاق اللي عقدوا الله مع آباكم لما قال لإبراهيم بواسطة واحد من نسلك أبارك كل شعوب الأرض.
يا اخوان، الله سبحانه وتعالى اختار خادمه عيسى وبعثه لكم انتم اول مره حتى يبارككم ويرجع كل واحد منكم عن طرق الشريرة. رشاع 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 جوع علماء الدين وجير الدين الساسة وكايد حرس بيد الله معاهم. ايه ونبين عليهم الضايقين مبور بطرس ويوحنا يعلمون الناس. يا جماعة يا جماعة اي مضايق واكثر لما قال بطرس ويوحنا قيامة عيسى من الموت تثبت انه الميتين غيح يقومون للحياة. يا ناس يا ناس يا ناس توبوا توبوا ورجعوا عن طريق الشغ وآمنوا بالمسيح وتغطسوا. يا حرس يا حرس اقبض على هذول الاثنين وستوهم بالسجن. مولاي الدنيا عتمت هالساعة وجار الليل فايش نعمل بيهم؟ ستوهم بالسجن لغدا والصبح نخشى عش غيح نعمل بيهم. يا حرس نفذوا الأوامر. حاضر سيدي. ناس من سمعوا الرسالة آمنوا وصار عدد المؤمنين بالمسيح من الغجيل حوالي 5000 شخص. ثاني يوم الصبح اجتمع قادة بني يعقوب والشيوخ والفقهاء بالقدس، وكان هناك حنان رجال الدين الأعلى وقيافة ويوحنا واسكندر وكل اللي ينتمون لعشيرة رجال الدين. فجابوا بطرس ويوحنا من السجن وقفوهم قدام المجلس. بأي حق وبأي قوة عملتم هذا الشيء؟ ايه قولونا بأي سلطة؟ حكونا. فانتلى بطرس من الروح القدوس وقلم. يا قادة الشعب وشيوخهم، إذا كنتم تسألون اليوم عن معروف عملنانو مع مريض وتغيدون تعوفون أشون شفي، فاسمعوا اللي غي حقوله وخلي يعلم كل شعب بني يعقوب، هذا الرجال المشلول اللي واقف قدامكم سليم وما بينه شيء، هو شفي بقوة عيسى المسيح الناصري اللي انتم صلبتمه لكن الله قومه من الموت. فمولانا عيسى هو الحجر اللي رفضتمه يا بنيني، وهو صار تاج البناء وما كنا جات بغيره. يعني اللي اغيد اقوله ماكو شخص آخر بالعالم ممكن يخلصكم. هذا حكى حكي قوي ويحكي بشجاعة وثقة. يا أخوي هي من عامة الشعب ما متعلمين، فأشون يحكونها بهاي الطريقة؟ لا 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 لا، هذولي جماعة عيسى اللي كانوا معانو، بس أنا ما أعرف إيش أقول. وفوقاته الرجال اللي طيبونه ويقف معهم. يا حرس طلعوهم بغى طلعوهم نغيد نشاور بأمرهم. نعم سيدي.